عام 1983، ودعا هارولد غارتنر عالم النفس التنموي الأمريكي نظرية الذكاءات المتعددة، ووصف فيها 8 أنواع من الذكاء نستعرض بعضها: الذكاء الاجتماعي أو الذكاء بين الأفراد. أصحاب هذا النوع يملكون مهارات ممتازة في التعامل مع الناس، يمكنهم الإحساس بمشاعر الآخرين وفهم احتياجاتهم. الذكاء اللفظي اللغوي الأكثر شيوعاً، ويمنح القدرة على التفكير في الكلمات وتوظيف اللغة للتعبير والتواصل، ويمكن تعزيزه بالقراءة أو بتعلم لغة جديدة. الذكاء المنطقي الرياضي هو السر وراء التفكير والمهارات الاستنتاجية، يستمتع هؤلاء الأشخاص بحل المعادلات الرياضية. ذكاء الإيقاع الموسيقي، ذكاء يمنح أصحابه القدرة على تمييز النغمة والنبرة والإيقاع بدقة شديدة. الذكاء البصري المكاني، يمنح أصحابه القدرة على التفكير والتصور ثلاثي الأبعاد، ويملكه النحاتون والرسامون والمعماريون الموهوبون.